قدم الاتحاد الأردني لكرة السلة مجموعة من المساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، وأعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة أن هذه المساعدات ستسلم للاتحاد العربي لكرة السلة، الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ليتم توزيعها على مراكز الإيواء بمختلف المحافظات التي تضررت جراء هذا الزلزال. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن طريف قطراشة رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة السلة. مساء الخير كابتن. مساء الخير أنسة فيروز. هلا. رياضيا الاتحاد الأردني لكرة السلة كان أول المتفاعلين مع الحدث عبر إرسال المساعدات لمساعدة المتضررين من الزلزال، ما هي المواد المرسلة وكيف تم توزيعها؟ بداية الشيء اللي بيفرح القلب هو الحالة الإيجابية اللي موجودة بالبلد، العالم كيف وقفت مع بعض، العالم كيف كانت ردة فعلها، وهي سوريا بطبيعة الحال. أكيد الاتحاد الأردني تم التواصل معنا وطرح أنه تقديم مساعدات من قبل الشعب الأردني الشقيق واتحاد كرة السلة. معظم هاي المساعدات كانت عبارة عن 10,000 دينار أدوية و 10,000 دينار ألبسة جديدة للعالم المتضررة. طبعا تم إرسالها عن طريق الجمعية الخيرية الهاشمية لهلال الأحمر السوري اللي نحن بكل ثقة عنا ثقة كبيرة فيه، والأستاذ خالد حبواتي غني عن التعريف، بعتقد كل هاي الإعانات حتصل لمستحقيها، وبالأساس منظمة الهلال عم يكون دورها كتير إيجابي مو بس هلأ، بكل المناسبات اللي عم تمر سوريا فيها بأزمة، بالإضافة إلى بعض الأصدقاء باللبنان الشقيق كمان أرسلوا سيارة كاملة تراك كبير، تم تسليمه مبارح لمكتب الشباب والرياضة في اللاذقية، أنا كنت في اللاذقية مبارح، وتم تسليمهم للجهات الرسمية، والجهات الرسمية هي بتوزعها للمستحقين تبعيد. يوم الخميس صباحا إذا الله راد حكون بحلب، عندنا كمان إعانات واسطة أدوية وبعض الأمور الخاصة بالمنكوبين أهلنا بحلب. تمام، هل تواصلت اتحادات بلدان أخرى لتقديم مساعدات عبر اتحاد كرة السلة؟ جانا كتير رسائل من معظم الاتحادات، رئيس الاتحاد الدولي، الاتحاد اللبناني الأستاذ أكرم حلبي بدون أدنى شك، شربي الأمين السر، اتحاد غرب آسيا، الاتحاد العراقي، الاتحاد الإيراني، كلهم أرسلوا رسائل تعزية وتضامن مع الشعب السوري ومع الدولة السورية. وبرجع أقول هذا ما نو غريب، نحن عطول الرياضة هي بتجمع ما بتفرق، وبعتقد أثبتت الدول الشقيقة شعوبا وبعض الحكومات التضامن الكلي مع الشعب السوري، الاتحادات الرياضية بشكل عام واتحادات كرة السلة بشكل خاص بدعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة. طبعا بدون أدنى شك الاتحاد الرياضي العام قايم بواجبه على أكمل وجه، وهو فتح المدن الرياضية لاستقبال المتأثرين بهذه الأزمة، ونحن كاتحاد كرة السلة حيكون لنا تركيب وترتيب جديد بالنسبة للدوري السوري لكرة السلة، سنعلن عنه قريبا جدا، وسيكون في مصلحة الأندية وفي مصلحة الرياضة، ولكن الهم والأهم هو الشعب السوري والمدن المنكوبة. نعم. هي اللي حتكون نحن بالنسبة لنا ننتبه لهذا الواقع ونخلي كرة السلة ماشي بمسار الصحيح، ولكن في مهم وفي الأهم، اليوم الأهم المدن المنكوبة والشعب السوري. أكيد. ما هو دور المسؤولين الرياضيين في هكذا كوارث؟ بداية فيروز حأحكي بكل صراحة، اليوم أبنى حدا يطلع يستعرض عضلاته ويستعرض تصوير على وسائل التواصل الاجتماعي والدعم، كل إنسان بسوريا قادر يقدم شغلة صغيرة، فأنا على طول بقول البحصة بتسند جرة. اليوم نحن مالنا بحاجة لنظهر، هذا واجب كل مواطن سوري اتجاه بلده، اتجاه أخوته في المحافظات، اتجاه ما قدمته البلد لنا، يعني الفضل لهذه البلد علينا. فأنا بعتقد فتح المدن الرياضية
تعاون الاتحاد السوري لكرة السلة أكيد مع باقي الأندية والشعور بمسؤولية كبيرة تجاهها، رح يكون في شيء جديد بالنسبة لكرة السلة. همنا ومستهمنا هو البلد والمحافظات ومن ثم الرياضة. فأكيد المسؤولين الرياضيين، أنا ما بعرف شو عم تم، أنا دوري كرئيس اتحاد كرة السلة بتنسيق يعني المكتب التنفيذي والأستاذ فراس معلق، عم نقوم بواجبنا بصمت وبهدوء وبواجب ودون منية ودون الظهور. يعني اليوم الناس ما لها بحاجة تشوف نحن شو عم تقدم، الناس بحاجة كيف نساعدها نوقف قدامها. اليوم في كتير ناس عم بيحكوا على شغلات سلبية، أنا بقول بأي عمل في العالم في سلبي وفي إيجابي، الإيجابيات اليوم تتجاوز 95% أكيد من الشعب السوري، من المسؤولين السوريين، من المعنيين، من فوز الإطفاء اللي ترفع له القبعة، من الدول اللي أرسلت. يعني اليوم حالة إنسانية بحتة، اليوم الأمانة السورية للتنمية، كلنا دورنا نعمل دون توقف وبجهد وبصمت. نعم، بخصوص الحالة الإنسانية، منذ يوم الاثنين شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير للاعبي كرة السلة، ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ ترفع لهم قبعة، وأنا بحلب بالذات طالع، خصوصا أنا واللجنة، اللجنة بتتألف، ألفنا لجنة خلينا نقول إغاثة صغيرة باتحاد كرة السلة، يامن بالي، طريف قوطرج، زينة نصار، أيمن صلاح، محمد كنعان ونديم عيسى. نديم عيسى من الشباب اللاعبين المنتخب المحترمين اللي قدم مستوى جدا مقبول. نديم اليوم عم بيقوم بشغل جبار، كان في تواصل أنا وياه، حيكون له تقدير هيك معنوي من اتحاد كرة السلة لوقفته الإنسانية ومحبته لبلده ومحبته لمدينته ومحبته لناسه. يعني بتمنى كل لاعبين، بعتقد نادي الوحدة في بادرة عظيمة عم بتصير كمان، جمع التبرعات، نادي الكرامة، المحافظات المنكوبة، شفنا الأندية السورية جميعا، الوصبة الكرامة، الطليعة، النواعير، نادي الجلاء، ما حدا قصر فيهم. تمام، درعا، السويدة، ديرزو، يعني شغلة عظيمة بيّن قديش معدن الشعب السوري في الأزمة الحقيقية، انه هن ما حدا يقدر يتغلب علينا، منضل بلدنا ومنضل منحبها ومنضل لفضل علينا. بعتقد ما حدا يحكي على الحالات السلبية، بتمنى على الكل يشوفوا رجل الاطفاء اللي لقى المصاري والذهب وقدموا رجعوا، الناس اللي عم تتطوع، الناس اللي من جبلة، من طرطوس راحت لجبلة. يعني انا امبارح كنت بجبلة وبلادي فيروز، صدقيني يعني كارثة بكل معنى الكلمة. واجبنا. نعم، برجع بقول هذا دورنا، وبعتقد حتى انتم بقناه سما الدور الاعلامي الكبير اللي عم تقوموا فيه، التلفزيون السوري، كل المحطات، كل الناس، يعني بتمنى نظهر الحاله الايجابيه، واهم شيء النداء الاول فك الحصار عن سوريا. نعم، نحن كمان بنضم صوتنا لصوتك الكابتن طريف قطرش رئيس الاتحاد العربي السوري لكره السله، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك.